الامبيدد بقى ايه الفرق ما بينه وبين اللي قبليه؟ الامبيدد بيختار لك احسن فيتشرز وبيدرب لك الموديل وبيديهولك كده وبيقول لك انا ببريدكت اهو والاكيورسي بتاعه اهو خلاص والسلام. مش زي مثلا الرابنج، الرابنج كان بيعمل ايه؟ كان بيديني احسن فيتشرز، وانا بقى بيديني احسن فيتشرز بموديل معين انا بديهوله، وبعد ما يديني احسن فيتشرز دول ممكن انا ادربهم على موديل تاني، ممكن اروح لموديل تاني خالص وادربهم عليه على الكام فيتشرز دول. لكن الامبيدد ما بيدكش الاوبشن ده اصلا، فالامبيدد بيقول لك ايه؟ اديني موديل وانا الموديل ده هختار بيه الفيتشرز، وفي نفس الوقت بعد ما اختار احسن فيتشرز هقوم مدربهم عليه وخلاص كده، وهقفل لك الحوار واديك الموديل جاهز. فالبروجرام ميثودز بتوعه عندك اللاسو والالاستيك نت والريدج. تعال نشوف مثلا اللاسو. في اللينير موديل اللاسو تبع ال L1، اللاسو تبع ال L1 والإلاستيك نت تبع ال L2، حوار كده مش مهم. الماث بتاعه لو عايز تبص عليه مش صعب خالص، يعني حاولت تفهمه هتلاقيه مش صعب خالص. فعندك اللاسو بيشتغل ازاي؟ تعال نشوف مثال ليه. بنعمل اللينير امبورت فروم اللينير، تعال نعملهم كده، هنعمل حاجة جديدة نقول له هنا embedded ونشغل كود جديد الامبورت ايه عايزين احنا امبورت اللاسو، فهو بيعمل امبورت اللينير بعدين بيقول دوت لاسو، فاحنا مش عايزين نعمل كده، فهنقول ايه؟ فهناخد ده كده وهنقول له دوت وامبورت اللاسو عشان نشغل لاسو على طول. يعني هو كان بفروم الاسكليرن بيمبورت الليرن موديل بعدين بيقول ليرن موديل دوت لاسو، فعلا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نمبورت اللاسو من اللينير موديل على طول. تعال نشغل هنقول ايه الالفا ونديله الالفا. الالفا دي في المعادله هنا يعني بتتحط بتبقى الالفا اهي، فانت بتقعد تغير في الالفا دي لغايه ما تشوف احسن نتيجه توصل لها. فاحنا هناخد اللاسو ونقول مثلا ان ده اسمه ايه الموديل مثلا، او ال موديل عشان ما يحصلش تشابه اسماء. فعندنا ال موديل هندربه، هنقول ايه بسيطه، نقول له دوت فيت، نديله الفيتشرز والليبل. هو حط الفيتشرز بشكل يدوي، عمل فيتشرز من دماغه وعمل ليبلز من دماغه وخلاص. احنا عايزين بقى، لا احنا بروفيشنالز بقى، احنا عايزين نشتغل بالداتا بتاعتنا بقى اللي هي ايه الفيتشرز والليبل اللي احنا عارفينهم اهم. تعال نشتغل كده نقول له ران، ما ادانيش ايرور، حلو، بداية موفقة. انا ده كده يعتبر موديل جاهز عندي اتعمل خلاص، هو اختار الفيتشرز من دماغه، مش من دماغه، اختار الفيتشرز من خلال التجارب اللي هو عملها ودرب لي عمل فيت عمل فيت للداتا اللي عنده وخلاص. يعني المفروض دلوقتي بريدكت، انا دلوقتي عندي موديل جاهز اشتغل عليه. فعشان نحسب الاكيورسي وكده عايزين نعمل زي ما عملنا في الاسايمنت الاولاني، عايزين نترين وتست الداتا، نعمل ترين وتست سبليتر. ناخد الترين وتست سبليتر، كانت ترين تيست سبليتر فناخد ترين تيست سبليتر اهو ناخده كده. و هو دربه ازاي؟ قال لك ايه، ياخد الاكس ترين والاكس تيست والواي ترين والواي تيست من التيست ترين تيست سبليتر ويديله البارامترز دول. تعالى نعملها، الاكس والواي هتبقى الفيتشرز والليبلز، حلو. ترين تيست سايز نخليها مثلا التيست هتبقى بوينت 3 اللي هي 30%، والترين هتبقى كام؟ هتبقى بوينت 7. والراندوم سيبك من الراندوم خالص. فبقى عندنا الاكس ترين نسميها الفيتشرز ترين، هنسميها ماشي مش فيتشرز ترين. الاكس تيست نسميها الفيتشرز تيست. الواي ترين اللي هي الليبلز، اللي هي الليبلز ترين. والواي تيست اللي هي الليبل ليبل تيست. احنا عايزين نترين الاول، فهناخد الفيتشرز ترين وناخد الفيتشر الليبل ترين عشان ندرب ايه الموديل بتاعنا. بعدين ناخد ايه، نعمل بريدكت بقى دوت بريدكت لمين؟ للتست. ناخد ال
features test وناخد ال labels test. ودي عندنا دي عندنا ال prediction، نسميها prediction. بعدين احنا عايزين نحسب ال accuracy. accuracy فنحسب ال accuracy score اهي. فين المثال؟ ناخد المثال، بسم الله. accuracy عايزين نحسب ال accuracy، فنعمل import لل accuracy. accuracy score، ال accuracy score بياخد ايه؟ بياخد بعد ما ياخد بياخد ال y train وال y predict. فنقول ال y train ال y train اللي هي ال labels، وهنا بدربه بس على الفيتشرز، وياخد البريدكت، البريدكت اللي هو توقعهم، يعني هو توقع ايه واللي المفروض يتوقعه ايه، واحسب الاكيورسي بتاعي. ونشوف كده، ادينا ايرور بيقول لي classification matrix can handle a mix multi classes. تعال ناخدها كده، ناخد ايرور ده نشوف ايه مشكلته. قال لك ايه؟ accuracy is a classification matrix you can't use it with the regression. فاكر ال regression وال classification الفرق ما بينهم كان ايه؟ دي ليها functions بتحسب لها accuracy، ودي ليها functions بتحسب لها accuracy تانية. فاحنا عايزين accuracy score is only this classification problem. for regression problems use R2 or MSE or RMSE. ماشي، تعالى ناخد R2 مثلا. تعالى ناخد R2، دي حاجة تانية بتحسب لي السكور بس ايه للريجريشن. فتعالى نبحث عن R2. R2 سكور في الماتريكس، المثال بتاعها من نفس الماتريكس. هات ال R2. حلو، تعالى ناخد من الماتريكس، هناخد ال R2 وناخد ال R2 ونطبع الايه الاكيرسي بتاعنا. بس فالاكيرسي بتاعنا طلع كام؟ 89. تعالى نرن تاني هيطلع 90، نرن تاني هيطلع رقم مختلف، وهكذا. فده الامبيدد. الامبيدد انك بتاخد ايا كان، ما بتطلع ما بيدكش اوتبوت الاحسن فيتشرز، لا ده هو بيديك اوتبوت موديل جاهز كده خلاص متدرب وزي الفل، اشتغل بقى عليه، اعمل بريدكت للداتا، ترين وتست وهكذا. تعال ناخد مثلا الاستيك نت، ده نفس الطريقه، نعمل البحث ونشوف اللي هيطلع لنا. الاستيك نت اهو في اللينير، نشوف المثال بتاعه. بناخد الالاستيك نت من اللينير موديل بنفس الطريقة. هنعملها في واحدة ثانية، نقول له مثلا ناخد الالاستيك نت من اللينير. حلو، بعدين هو عمل داتا سيت مختلفة هنا، بنروح في الداتا سيت بتاعتنا بناخد الالاستيك نت ونقول له الراندوم ستيت، مش لازم الراندوم ستيت، ناخدها كده نقول له الالاستيك نت اهي والراندوم ستيت صفر. مش عارف هل هي ريكوير ولا لا. تعال نشوف بقى هل الراندوم ستيت ريكوير ولا لا. الراندوم ستيت انتجر، راندوم ستيت ديفولت نون، مش ريكوير، لا مش لازم نحطها، فاحنا ممكن نشيلها عادي مش هيقول لنا ايرور. تعال نفت بقى الداتا، نسمي ده مثلا اي ان موديل. تعال ندرب الموديل ده، نقول له دوت فيت، وندربه على مين؟ تعال ندربه على الايه، نفس اللي هي ترين تيست بتاعتنا. هناخدها كده كده ايه، اتدرب الموديل نشوف هل هيطلع ايرور. مطلعش ايرور. تعال نبريدكت، نعمل نفس الحتة الأخرانية دي، ناخدها كده اللي هي نعمل بريدكت ونشوف الأكيرسي بتاعتنا. نعمل بريدكشن ونشوف ال R2. ال R2 أنا أوريدي عاملها import هنا، فأنا مش لازم أعملها import تاني هنا، وأشوف الأكيرسي هيطلع معايا كام. طلع معايا 90. فدي الإلاستيك نت، وهكذا في الباقي. يعني أنت هتعمل برضه ريجيد بنفس الطريقة. تعال نبحث عن الريجيد، ايدج كلاسيفاير اهو، والمثال بتاعه اهو. وعيش انت بقى.